كم هذا مقرف! كيف يمكنني حتى أن آكله؟ جوكر غبي! أنا فقيرة الآن بسببه! ذهب وأخذ معه كل المال ولم يترك لي شيئاً! لا أصدق أنه قام بذلك! حان الوقت لنسيانه! يجب أن أقوم بذلك! هذا يعني أن هارلي انفصلت عن جوكر؟ رائع! الآن لا يمكنه أن يحميها! فاشلة! أرسمي لها القرون! وشارب! هكذا! أنا لم أفهم! ماذا تفعلان هنا؟ نجمل صورتك! هل جننتم؟ وماذا ستفعلين لنا؟ هل نسيتم من أنا؟ عزيزتي، لقد كنا نخاف منك، إنما كان الجوكر معك والآن ليس هنا. بالأصح هو تركك. ما الذي تقومون به؟ كل هذا بسببك. أنا؟ وما ذنبي؟ لم أقل شيئاً. لا تتظاهري بذلك، قلت لهم كل شيء. أنت دائماً تجلبين لي المشاكل. حسناً، وماذا لو قلت لك نعم؟ لا يمكنك فعل شيء، أنت مثيرة للشفقة. آها آها. والآن ستندم على كل ما فعلته بنا. نعم. لذيذ، أعشق الطعام اللذيذ. ها؟ أنت؟ حسناً، أمن شيء آخر؟ أوه، بسكويت! تعال إلى هنا! اللعنة! ماذا حصل؟ ماذا بك؟ لماذا لا يعمل؟ هل نفذ؟ لقد بذل أصدقائي العناكب الصغار قصارى جهدهم. أوه، المزيد! أوشك على الانتهاء. أعتقد أن هذا سيكون كافياً. لنجرب هذا. هيا لنجرب. رائع رائع. هل قمت بالاختيار؟ إنه مطعم راق جداً. إذن أريد الترتار وعصير الجزر الطازج وسرطان البحر من فضلك. إذن أريد الترتار وعصير الجزر الطازج وسرطان البحر من فضلك. ماذا؟ سرطان البحر؟ أين سأجده لك؟ والآن؟ ولكن ليس لدينا سرطان البحر. خذي. سنجده لك. خذي. ديفيد، خذ الصنارة. سنذهب لصيد السرطان البحر. لن تصطاده بالصنارة. هاي ديفيد، سوف تمسكه بيديك. دقيقة آنسة، سيكون كل شيء هنا. سيقتلونني الآن. لقد فعلت الكثير من الأشياء السيئة لهم. لن ينقذني أحد. لحظة، من أنا؟ أنا هارلي كوين. سأثبت لهم قوتي بدون الجوكر. لا يحق لأحد الإساءة لي. ها هو سرطان البحر الخاص بك. رأيت، عندما يكون لديك المال لا شيء مستحيل. نعم، ديفيد مبتل الآن، لكنه على الأقل اغتسل. حسناً، فهمت، سأرحل. شهية طيبة آنسة. رائع، شهية طيبة لي.
مجددا؟ أوه، هارلي حبست شخصا مرة أخرى؟ ها أنت ذا، ماذا قلت؟ من هي الفاشلة؟ لم أكن أنا، إنها إيلي وكلوي، ليس أنا. ما الذي تقوله؟ سأريهم لاحقا، حان دورك الآن. توقفي، أنا الفتاة الخارقة وأنا على استعداد. البطلة، البطلة. أفسدت كل شيء مرة أخرى. لقد جئت لإنقاذ الأبرياء. أوبس، كسر ظفري، سأذهب إلى المانيكير. هي، أنقذيني. انتظر بضع ساعات. بضع ساعات؟ تريدين أن تتركيني مع هذه المجنونة؟ سأخبر الجميع أنك لم تنقذيني. حسناً، أتمنى أن يكون هذا كافياً حتى نتركه يرحل. أنا أيضاً بحاجة إلى المانيكير. تفضلي، والآن سأذهب. لحظة، وماذا عني؟ امسك. لن أعترف بأي شيء. هذا كل شيء، هل الجميع سعداء؟ إلى اللقاء. أعتقد أنني سأذهب أيضاً. اذهب، أنت حر اليوم. ولكن لا أظن ذلك غداً. ولكن غداً وأنا سأذهب إلى المانيكير. يا إلهي، ما هذا؟ أخيط زياً بدلاً من شراء زي جديد. نقود الفتاة الخارقة انتهت بسبب الأظافر. أوه، المانيكير غالي جداً في هذه المدينة. والآن سنضحك عليها. سنلقي الريش على هذه البلهاء. لن تستطيع لنا فعل شيء. ماذا ستفعل الآن؟ إنها فاشلة. هيا نذهب. أتيتما للانتقام؟ حقا؟ مجنونة! انتقمتما؟ يعجبني هذا. سيعرف الجميع قيمة هارلي كوين قريبا. كم أريد أن آكل، لكن لم يبق لي شيء من المال. تعبت. مال؟ ها، فكرة جيدة. أعطونا نقودا لإطعام البطل الخارق. حسنا، واحد، اثنان. ما هذه الرائحة؟ بيتزا؟ رائحة شهية. أعتقد أنهم لن يمانعوا وصول الضيوف. وقت القيلولة. يبدو أن الرائحة أتت من هنا. ها هي، بحذر دون أن نوقظ الآنسة النائمة. أوبس. ما هذا الضجيج؟ ومن أنت؟ أنا سبايدر مان، بطل خارق مشهور. بطل خارق؟ لماذا لم أسمع عنك قط؟ أنا فقط من عالم آخر، ويجب علي الذهاب. أنت وقف، حراس. في خدمتك سيدتي. أطرد هذا الرجل العنكبوت من هنا. أنا الرجل العنكبوت، سأفعل ذلك. ولكن لديك قوة خارقة، لماذا لا تفعلين ذلك بنفسك؟ لا أريد أن أرى هذه الحشرة هنا. كم علي أن أدفع لك؟ هيا فلنذهب. كم هو رائع عندما يكون لديك الكثير من الحراس. صباح الخير، ليس طيب للجميع. الفقيرة. يوجد رقعة على زيك. فاشلة. ألا
ألم يكفكم البارحة؟ هل تريدون المزيد؟ ها؟ ولماذا لا تهددينني؟ هل أنت خائفة؟ ها، لأنني أقوى منك وأغنى منك. لست خائفة منك، فهمتي؟ مرحبا بالكل. أنت مرة أخرى؟ سبايدر مان؟ هل تعرفينه؟ من الواضح أنكم الأبطال الخارقين المساكين، تعرفون بعضكم البعض. سبايدر مان ليس فقيرا، إنه رائع جدا. نعم إنه رائع. هل يمكنني أن أحصل على توقيعك؟ أنا أيضا أنا الأولى وأريد صورة. هنا بهذا القلم من فضلك. أنتم ماذا بكم؟ أنا الأفضل هنا. من أين أتيت؟ أنت من عالم آخر. من أي عالم؟ حيث يتواجد ثور، أيرومان وآخرون. عالمكم رائع جدا. ماذا؟ لا، عالمنا أفضل. لا، عالمنا. هل كل أبطالكم يسرقون البيتزا؟ أرى أنكم أيضا لستم أغنياء. لا تعدها. ولم لا؟ لماذا؟ لا، لماذا لا أعتقد؟ توقفي، أنت توقفي. أكرهك. ابتعدي. أكرهك. لقد تعرضنا للسرقة. هارلي. لماذا تصرخين؟ لقد تعرضنا للسرقة. خاتمي. في مكانه. لم يسرقنا أحد. هذه أنا. أنت؟ نعم، قررت التخلص من كل هدايا الجوكر. حقا؟ وكيف؟ إنه الأفضل على الدوام. توقفي، هناك أحداث جديدة في المدرسة. سبايدر مان الآن يدرس معنا. من؟ إنه غريب الأطوار، حتى أن الفتاة الخارقة صرخت عليه اليوم. غريب الأطوار؟ إنه رائع، لدي صورة له على شاشة هاتفي. باختصار قررت أن أجعله يرافقنا حتى لا يكون مع تلك الفتاة الخارقة. ألم تقولي أنها صرخت في وجهه؟ بالضبط، إذن أغضبها وبالتالي لن يكون معها ولن أفوت لحظة الانتقام منها. برجر المفضل لدي، لقد صرفت آخر أموالي عليه. هذا أفضل ما حصل معي في هذا العالم. توقفي، الشرطة. يا إلهي. توقفي. طبعا، تحلم. شكرا. أنت هارلي. يبدو أنني هربت منه. أخيرا يمكنني أن أكل البرجر. أمسكتك. لا، البرجر الخاص بي لم أذقها حتى. كل هذا بسببك. اتركني. اصمتي، أنا أحاول أن أنقذك من الشرطة. لا، قلادة مخيفة. ربما هذه الأقراط أيضا. لا، ويجب التخلص من هذه. لا يمكنك رميها، من الأفضل أن تعطينا إياها. رائع، إنها تليق بي جدا. لا يوجد شيء جميل هنا. لماذا تحتاجين إلى كل هذه؟ أنت جميلة بدونهم. أعلم ذلك، ولكن علي أن أجعله يرافقني. هذا؟ ما اسمه؟ هذا العنكبوت. أعتقد أنك لا تريدين. أنت لا تفهمين شيئاً. إنه بطل خارق، لذلك يجب أن أكون كذلك. هل أنت متأكدة من ذلك؟ وهل يمكن أن يكون الأمر غير ذلك؟ عرفت ماذا سأرتدي. خزانة. ماذا هناك؟ أغلاق الهدى. يا إلهي، لقد أضعت المفتاح. لماذا تحتاجين إلى المفتاح؟
أنت فتاة خارقة، أنت على حق. جاهزة؟ لقد أحرقت قلادتي يا للهول. آسفة، كانت فكرتك، لذلك لا تضحكي. أنت مضحك جدا. ها، لم أخبرك عن العفريت الأخضر بعد، كان ذلك مضحكا. مارتن، شكرا لإنقاذي من الشرطة، حتى أنك اشتريت لي برجر جديد، أنا حقا لا أعرف كيف أشكرك. أعتقد أنه إذا تنزهت معي لمدة ساعة أخرى فهذا يكفي. حسنا، لكن يدي باردتان قليلا. إنها باردة جدا كالجليد، انتظري لحظة. إبرة خياطة؟ لماذا؟ سترين. رائع، لقد قمت بخياطة القفازات من الشبكة العنكبوت الخاصة بك. جاهز. شكرا. دافئ. نعم، والآن يدي لن تتجمد بالتأكيد، شكرا لك. لماذا؟ هيا انكسر. كفى، سينكسر الآن رأسي. ولكنني أريد البندق. دعيني أساعدك. أوه يا إلهي، أوبس، آسفة، لقد بلغت. إذا أردت يمكنك الجلوس هنا. فكرة رائعة، يمكننا التعاون في حل الاختبارات. ماذا يفعل رجل العنكبوت هنا؟ في البداية لقد تمشينا فقط، وثانيا نحن أصدقاء. لا يمكن أن يكون ذلك. طبعا، وطردتني من المنزل. ماذا؟ لا شيء لا شيء، واصلي. لقد أغضبتني، هل تعتقدين أنه بإمكانك الحصول على كل ما تريدينه؟ نعم، لأنني الفتاة الخارقة وأنا الغنية. سنرى الآن أيهما الأقوى، مضربي أم عضلاتك الخارقة؟ حاولي. هيا خذي. هيا هنو، الكل في مكانه. لقد حالفك الحظ يا هارلي، أنت محظوظة. ليس هذا ما أحتاجه. مضربي المفضل. أنتما هنا؟ لكنني لست فتاك. هذا لا يهمك. أوه، كم هذا ثقيل. أوه، كم هو ثقيل جدا. هل بإمكانك مساعدتي من فضلك؟ ليست بالمشكلة. أنت قوي جدا، ويمكنك رفعها بنفسك. الأمر ليس صعبا، انظري. ها ها، مجددا. هيا، ماذا حصل؟ لا يعمل. كالمعتاد. يمكنني أن أساعدك في إزالة شبكة العنكبوت بعين الخارقة. لا شكرا، سأفعل ذلك بنفسي، لا أريد أن أكون بدون وجه. فهمتي؟ انتظرا هنا. مغفلة، إنه معي. من أفضل بطلة خارقة؟ أنا أفضل بطلة خارقة. من سيكون مع سبايدر مان؟ أنا سأكون مع سبايدر مان. حسنا، تبقى قناع الترتيب وسأكون مستعدة لغزو هذا العالم. يا إلهي، مهمة أخرى في الوقت الغير مناسب. حسنا، لا يمكنهم الاستغناء عني. الفتاة الخارقة هنا، من يحتاج إلى المساعدة؟ هارلي، هل تؤذين أحدا ما؟ لا أؤذي أحدا، أنا فقط أخبز الكعك. لكن صدر جرس الإنذار. إنه إنذار حريق، لأن كعكتي احترقت قليلا. قليلا؟ المطبخ كله يحترق. لماذا تضحكين؟ هل رأيت شكلك؟ هذا يساعدني على الحفاظ على جمالي. الجمال؟ ارتدي هذا القناع دائما، لن نرى وجهك المخيف على الأقل. كنت أستعد لموعدي مع العنكبوت. فقط حاولي أن تذهبي. سأحاول.
shark do 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 baby shark do 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 do. عمتي دورة. أوتش، كوني أكثر حذرا. حفيدي، أنا سعيدة لرؤيتك للغاية. لم تزرني منذ وقت طويل، لقد خسرت كثيرا من وزنك. كفى عمتي، لدي عمل لك. ماذا حدث مع عنكبوتي الصغير؟ لقد أطلقت الشباك على نفسي وأثناء نزعها مزقت القناع. كم مرة قلت لك انتبه؟ عمتي، يمكنك المساعدة؟ ماذا أفعل معك؟ حسنا، سأصلح الزي أيضا. ماذا كنت سأفعل بدونك عمتي؟ أوه، سأنتهي الآن وسأعطيك البعض من الطعام، لن يسقط الزي منك. شكرا. بيو با با. هاي أنتما توقفا. غبية، لقد أفسدت شعري. كوني سعيدة لأنني لم أستخدم قوتي الخارقة حتى الآن. وماذا سأكل الآن؟ ها، عمتي أعطتني شيئا، هذا دجاجة. دجاجة؟ إنها صديقتك. لكنها غير مطهوط بعد. ابتعدي، يمكنني. نعم، أعطني هذا من فضلك، سأريك مهارتي في الطهي للتو. حسنا. طبعا، هيا حظا سعيد. رائع، كم هذا مدهش. ورائحتها شهي، هذا مبهر. ما رأيت ذلك؟ والآن استمتعا معا. كم هي تغضبني، إنها دجاجة في معطف أحمر. اهدئي، ليس لدينا المال لتجديد الغرفة. توقفي، لن تغيري أي شيء هكذا. سأقتلها. كيف؟ لديها قوة خارقة. إذن حان الوقت لاستخدام الأسلحة. هل هذا سيكفي؟ لا، لن يكفي أبدا. يا إلهي، ذلك الأخضر أخذ كل شيء. من؟ الجوكر، أخذ كل الأسلحة. الغرفة المسكينة. حسنا، هكذا تبدو غرفتي. كنت هنا من قبل. صحيح. لقد نسيت. من أين لك بهذه الغرفة الرائعة؟ اعتقدت أن كل غرف الطلاب متشابهة. هذا لأنني غنية ولدي شروط خاصة. بيتزا. هيا. اللعنة، نسوا تقطيعها. سأذهب لإحضار السكين. لا تفعل. هذا يعمل أيضا. أين جهاز التحكم بالتلفزيون؟ يا إلهي، أين هو؟ ربما هذا. ها هو. عالي جدا، علي أن أقتل الجديد، لقد تعطب. سأحضره. أنت رائع. أوه، بيتزا. ماذا؟ وقعت البيتزا، هل أرضيتك نظيفة؟ أجل. لذيذة. سأتعامل مع الفتاة الخارقة بنفسي. أين أفضل أصدقائي؟ المضرب الأول، لقد كنت معي وقتا طويلا. كفى، هذا ليس وقتا للحنين، أظن أنه حان وقت الانتقام. دعوني أذهب، اتركوني. مرحبا هارلي. مرحبا.
وأخيرا أمسكت بك. سجنتني؟ مبروك. والآن لماذا الاختطاف؟ لأن هذا ليس سجنا عاديا بل سجني الشخصي. انتهيت يا هارلي. هل يمكنك أن تخبرني من أنت أولا؟ ألا تتذكري؟ لقد فقدت كل شيء بسببك. طردت من العمل بسببك. بصراحة لقد دمرت حياة الكثير من الناس، لذلك لا أتذكر. بسببك فقدت كل شيء، ولكن الآن سأنتقم منك. ربما لا، دعنا نتحدث ونشرب الشاي. أولى، ستدفعين الثمن. أين أدوات التعذيب؟ ساعدوني، ساعدوني. أصرخي كما تريدين، لن يسمعك أحد وأنت هنا. الفتاة الخارقة جاءت لإنقاذك. ماذا؟ كيف دخلت إلى هنا؟ لدي قوة خارقة أيها الأحمق. أخرجوني. شكرا لإنقاذي، لكن لماذا أنقذتني؟ أنت تكرهينني. أنقذ الجميع حتى الأشخاص الذين هم مثلك. أخرجاني. فلنذهب من هنا، رأسي يؤلمني من هذا الصراخ. سوف أجدك هارلي كوين. العنكبوت لي. سأعيدك إلى السجن. لن أعطيك إياه، نحن أصدقاء. إنه ليس لك. عما تتجادلون؟ عنك. ماذا؟ إنه بطل خارق وأنت شريرة. وماذا في ذلك؟ ربما هذا هو القدر. توقف عني الجدال، لقد اخترت فتاتي. اخترت؟ اخترت؟ من هي؟ هل هي أنا؟ لا أنا. ماذا تفعلون هنا مرة أخرى؟ هالي تريد أخذ صديقي. لا، هي من تريد فعل ذلك. والآن لقد اكتفيت. ماذا؟ حان الوقت لإعادتك أيها العنكبوت. أولى، إنها الأحجار اللامتناهية. ماذا فعلت؟ إلى أين ذهب؟ إلى أين أرسلته؟ إلى بيته. اجلس الآن، لقد بدأ الدرس. هل تريدين؟ هيا. كان على وشك أن يبس بالكلمة. أجل، والآن لا نعرف حتى أين هو. حسنا، من هناك؟ سبايدر مان؟ إنه يحتاج المساعدة. سوف أنقذه. بل أنا. تريدين؟ حسنا، هيا معا. حسنا، هيا.